السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله مشاهدي الأحبة. بعد شد وجذب حول قانون الموازنة الثلاثية واختلاف على الصيغة اللي راح تدخل بيها اللجنة المالية إلى داخل القبة التشريعية، تمكن مجلس النواب من عقد الجلسة المخصصة بعد ساعات من التأجيل، وأيضا تم تأجيل هذه الساعات إلى ساعات أخرى بغية إكسابها التوافق السياسي اللازم والضامن لعبورها عتبة المجلس النيابي، خاصة بعد عشرات الاجتماعات اللي عقدتها القوى السياسية. ولكن المؤشر بأن اللجنة المالية بعدما أعلنت بأنها لديها الجاهزية في تحديد موعد الجلسة اليوم حسب تسريبات إعلامية من بعض النواب، ستباشر اللجنة المالية أو باشرت قبل ساعات بمناقشة الموازنة داخل اللجنة، ومن المؤمل أن تعقد جلسة مجلس النواب أو يستأنف عقدها بمعنى أصح عند الساعة 11 من مساء هذه الليلة. الاعتزام هذا يأتي بعد ما خاض عسير وعسر ولادة أثر عدد من النقاط الخلافية اللي سببت أزمة حادة كادت أن تعيد العلاقة بين المركز والإقليم إلى مساحات ليس لها نهايات واضحة، فضلا عن كون هذه الموازنة تكتسب أهمية خاصة فهي تأتي بعد غياب لعامين. ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة من حصاد هذه الليلة، فإن الحدود العراقية السورية هذا الموقع الاستراتيجي ذو الدلالات المهمة والحيوية في موازين الأمن والاقتصاد على حد سواء، تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى فتح ممرات ونقاط ارتكاز من الجهة السورية عبر توحيد صفوف الجماعات الإرهابية المسلحة وتشكيل جبهة شرقية تحاول قطع الارتباط الجغرافي بين عواصم دول المقاومة بعد 5 سنوات من الالتئام. فمشهد التوحد يؤرق واشنطن ويهدد وجودها وهي عبثا تحاول إعادة رسم الحدود بالنار. ملفي حصادنا لهذه الليلة راح يكونون ضمن هذا السياق وناقشهم ونطرح محاورهم على ضيوفنا الكرام، لكن بعد أن تتفضلون ببقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ عباس العرداوي المحلل السياسي ضيفا كريما في الأستوديو، أهلا بك أستاذ عباس. وكذلك أرحب بضيف الكريم أستاذ قصي عباس نائب سابق يحدثنا عبر سكايب من نينوى. سيد العرداوي، نتحدث عن هذه الإشكالات، يعني أكو مرة توافق سياسي ومرة توافق قانوني، ولكن الملاحظ بأنه اللجنة المالية بعد أن يعني أعربت أنه المسألة منتهية وبانتظار عقد الجلسة، هذا الكلام قبل أسبوع، اليوم تفاجأ بعض النواب بأن اللجنة المالية لا زالت قراءة الموازنة في داخل اللجنة. ليش عقدوا لجنة وانتظروا نواب وبالتالي أنه يعني سبب الموضوع إرباك في التئام الجلسة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا استاذ احمد، تحيه لك ولضيفك وجمهوركم ومتابعين قناتكم المحترمه. قضيه الموازنه مو جديده حقيقه، احنا هذا الموضوع يمكن الموازنه الثامنه هذه، وللبرلمان الخامس تناقش هكذا موازنات وتناقش بتفاصيل اكثر، لكن الذي يختلف انه هذه الموازنه هي جاءت لحكومه تم اقرارها من خلال ائتلاف اداره الدوله وبالتالي التصويت لبرنامجها الحكومي. قضية الموازنة ستكون شكلية اتجاه دعم الحكومة والتعامل معها. عملية التخلف عن هذا الوعود وعن هذه المواثيق والتعامل معها بسلبية راح يأثر كثيرا على عملية حالة الاستقرار السياسي. نعم، لا شك، اذهب وناقش وبمكان الجلسة عشرات الجلسات، لكن بالأخير نحن نحتاج إلى قراءة واقعية. هنالك اتفاق لتشكيل الحكومة، هذا الاتفاق إذا انضرب أرض الحائط بالتالي أنت راح تخلق حالة من
عدم الاستقرار السياسي، وهذا راح يعرقل الكثيرا. كذلك البرلمان وفيه كثير من القوى السياسية كانت تتحفظ على أن تمضي الموازنة لثلاث سنوات. في البداية لم يريد أن يناقش هذا الموضوع باعتبارات سياسية أو غيرها، لكن بالأخير هنالك حالة إقرار أنه تمضي. لحد هذه اللحظة وممكن الساعات القادمة تشهد عملية التصويت وعملية المشاركة. عملية المناقشة بحد ذاتها هي جيدة أستاذ أحمد، باعتبار أنها تضعنا أمام تفصيلات الموازنة وتحديد المهام وغيرها، وبالتالي كل نائب إلى جمهوره وإلى شريحة اللي يمثلها وله حق في أن يتابع وأن يطالب، لكن في الأخير هذا الحق يجب أن يمضي من خلال البرلمان ومن خلال توفير الأغلبية التي تسمح بإيقافها أو بتمريرها. أستاذ قصي عباس، وجدي ترحابي بحضرتك، ونتحدث عن التئام النصاب. يعني لما يلتئم النصاب ويكون تأجيل لساعات ومن ثم التأجيل تبع تأجيل، ونتحدث عن قبل لحظات أنه بدأ دخول النواب إلى البرلمان والتجمع في قبة البرلمان، كل هذا الموضوع هل سيؤخر من قضية إقرار الموازنة برأيك؟ نعم، شكرا على الاستضافة، تحية لحضرتك ولضيفك ولمتابعي قناة أيام. يعني حقيقة الأمر لو رجعنا إلى الموازنات السابقة أيضا كان يحصل نفس الإشكال، والسبب هو الأقليم. يعني أقليم كردستان دائما يرفع من تقص مطالبه، في ويحصل إشكال ما بين اللجنة المالية، أعضاء اللجنة المالية، وما بين أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني الموجودين في اللجنة المالية. وتتذكرون في موازنة 21 يعني إلى ساعات الفجر الأولى، وكذلك في عام 22 موازنة معالجة العجز المالي، وكان الإشكال أيضا حول كيفية التعامل أو تصفية الحسابات ما بين الأقليم والمركز، الحسابات الماليه وعدم ايفاء الاقليم دائما بتسديد استحقاقات النفط اللي بيعه من قبل اقليم كردستان. اليوم بعد الاتفاق الاخير اللي حصل ما بين حكومه بغداد واربيل حول اليه بيع نفط الاقليم، يعني طبعا بالمناسبه دائما الاشكال يحصل يعني المسوده المرسله من قبل الحكومه الى مجلس النواب ومن ثم الى اللجنه الماليه دائما يحصل عليه يعني اختلاف في بعض البنود اللي تتعلق بالاقليم، وبالتالي هو هذا السبب الاساسي لتاخر دائما وعمليات الشد والجذب اللي يحصل داخل قبه البرلمان لحين اقرار الموازنه لحين. ويعني اعتقد هذا الامر ليس لاول مره يحصل، واتوقع اليوم يعني سيتم اقرار الموازنه، لكن ايضا ربما يتاخر الى ساعات متاخره من الليل لحين يتم حصول يعني يتحقق النصاب ويتم اقرار الموازنه. طيب استاذ عباس، يعني من الملاحظ بانه حتى نواب الديمقراطي الكردستاني قد حضروا جلسات الصباح، وبالتالي هم بالانتظار لعقد هذه الجلسه، إذن ما عاد الكلام يتحدث عن تمرير الموازنه بالاغلبيه. التوافق السياسي، الاجتماعات اللي جرت البارحة وغيرها كان لها أثر إيجابي يبدو، ولكن بطبيعة الحال إذا كانت هنالك نقاط خلافية، هل ما زالت هذه النقاط عصية عن الحل؟ راح تذهب هذه الكتل إلى الاتفاق على هذه الموازنة تحت قبة البرلمان؟ نتحدث عن أكثر من نصف المواد، يعني تبلغ 90%، أنه كان يعني بها بعض الإشكالات. استاذ احمد، كانت يوم امس هنالك جلسات، اذا تسمح لي استاذ قصي عباس اتوجه بالسؤال للاستاذ عباس العرداوي اذا من فضلك. تفضل استاذ عباس. عفوا، يعني يوم امس كانت هنالك جلسه في منزل السيد العامري، وجلسه حضرها رئيس البرلمان ورئيس الحكومه وقاده الكتل السياسيه، عدد من قاده الكتل السياسيه ومن ضمنهم الاخوه الكرد. قضيه التفاهمات هي قضيه تحل الازمه بشكل كامل، لكن حل الجذري لها هو ينطلق من خلال مناقشه هذا الموضوع فيما بعد. ف
في البرلمان، البرلمان أمامه ما يقرب من 3 سنوات وهنالك عشرات الجلسات، ممكن أن تناقش سياسة الإقليم في التعامل مع بغداد، ممكن أن تناقش الأموال التي ترسل، ممكن أن تناقش آلية التعامل والتعاطي. الديمقراطي يدرك أيضا أنه لأن عدة تجربة سابقة تم تبريرها في حكومة السيد المالكي بالأغلبية، لكن قضية الأساس اللي نتحدث عنها أننا في الأصل لدينا توافق على في ائتلاف إدارة الدولة على تمرير الحكومة، وبالتالي حينما تمرر برنامج الحكومة أنت ملزم في أن تمرر موازنة الحكومة، لأن الموازنة هي عصب تلك البرامج التي ستطالب. يعني اليوم البرلمان معطل لنفسه في دور الرقابي، لأنه لن يسمح للحكومة في أن تمضي ببرنامجها لأنه ما صار فيها موازنة، بالتالي ما يستطيع محاسبتها على البرنامج والمنهاج الذي صوتت له. عملية التأخير صعبة حقيقة، يعني اليوم احنا مضت عندنا 6 أشهر وأمامنا فقط 3 أشهر للتعاطي والتعامل، ايش راح نمشي من موازنة 23؟ أغلبها راح تكون مثل القسم السابق هي 1 على 12، بالتالي ما راح تنضج عندي برامج استراتيجية، ما راح تنضج عندي حلول أساسية لمشاكل تم التوافق على أن تنحل. عملية التأزم الحاصلة ما راح يستفيد من أدها طرف، الأخوة الكرد دائم غرون مصرين البرلمان يمضي وبالتالي يفرض عليهم هذا الموضوع بقوة القانون. التنافس اللي جاي يحصل على محافظات الجنوب وغيرها أيضا هو هم يحتاج إلى تعامل حقيقي واقعي مو شعارات. يعني اليوم احنا الإشكالية الكبرى في المحافظات الجنوبية هي الحكومات المحلية، هي الحكومات المحلية كم ميزانية صرفت لها وكم هي المشاريع التي تم استثمارها وكم تعاملها، حالة التباين يعني ما تقدر تحسب لي كربلاء مثل الكوت ولا تقدر تحسب لي البصرة مثل الديوانية. هذا أيضا يعني جزء من الإشكاليات، يجب أن لا تلقى كل هذه الإشكاليات على عاتق الموازنة في توقيت حساس جدا، وبالتالي نريد نحمل نريد نحل كل المشاكل ما دمنا في عقد جلسات تخص الموازنة. لا يا أخي، اذهب إلى تصويت على الموازنة وأبقى بحالة المراقبة والمتابعة لنهاية الدورة البرلمانية، يوميا حاسب السلطات التنفيذية على أي إخفاق يبدر من عندها أو أي هدر مالي، ما عندك أنت هذه السلطة التشريعية. لكن عملية التأخير وعملية الإبطاء هي سوف توقف الحكومة عن تنفيذ برنامجها ومنهاجها الحكومي، وبالتالي هذه حالة تعطيل. الحكومة تترقب أيضا ب عين السرعة وعين تحقيق البرنامج الحكومي من خلال إقرار الموازنة في القبة التشريعية. أستاذ قصي، نتحدث عن الذهاب إلى قبة البرلمان بكل هذه المكونات وبعد الاتفاقات السياسية والاجتماعات، رغم وجود بعض النقاط التي لم يتوصل الفرقاء السياسيين إلى حلول لها، برأيك بنظرة استشرافية في الساعات المقبلة راح يكون التصويت على الموازنة بالإجماع بأغلبية النصف زائد واحد؟ هو حقيقة يكفي النصف زائد واحد لتمرير الموازنة، لكن أعتقد يتم تمرير الموازنة بأغلبية الحضور، ربما إذا لم يتوصل إلى اتفاق مع النواب الحزب الديمقراطي الكردستاني، لأنهم فقط هم اللي معترضين على هذه التعديلات اللي حصل قبل اللجنة المالية. سيكون بقية نواب الشعب ما عدا نواب حزب الديمقراطي، أعتقد إذا لم يتوصل الاتفاق، أما إذا توصل الاتفاق حول الصيغة النهائية لهذه المواد اللي هي محل إشكال، أكيد أنا أعتقد يتم تمرير الموازنة بأغلبية الحاضرين، لأنه لا يوجد إشكال في بقية الفقرات الموازنة. يعني بقية الفقرات الموازنة جميعها خلال الفترة الماضية حسب معلوماتنا تم الاتفاق ما بين جميع الكتل السياسية وتم التصويت عليها في داخل اللجنة المالية. الإشكال فقط حول هذه الفقرات اللي تأخر التصويت عليها هذه المدة التزمت، لكن أعتقد في الساعات القادمة ربما سيحصل التوافق حول الصيغة النهائية اللي يتم التصويت على هذه الصيغة في ليلة في هذه الليلة. طيب أستاذ عباس، يعني مهما يكون الاتفاق على هذه المتغيرات الجديدة ضمن اتفاقات سياسية، ولكن العقد اللي بالمنشار
هي من الديمقراطي اللي لا زال لغاية الآن متحفظ على المادة العقابية اللي تنص إذا ما امتنع الإقليم عن تسليم الإيرادات خلال 15 يوم بالمقابل تمتنع الحكومة الاتحادية عن إعطاء من الموازنة العامة. يعني هذا رأي اللجنة المالية، والإقليم أيضا يبحث عن لجنة يعني بعد إقرار الموازنة تحل هذه الإشكالية. برأيك راح يمضي تمرير هذه الفقرة بانتظار حلول سياسية بعد الموازنة أم هذا الموضوع لا يجدي نفعا؟ أستاذ أحمد، قضية الموازنة ممكن أن يتم التصويت على النقاط المتفق عليها، وللأخوة المعترضين التحفظ على النقاط الغير متفق عليها أو التي لا تلامس طموحهم أو التي يرون فيها انتقاص من استحقاقات جماهيرهم أو التي يرون فيها تغول ويعني استئثار بالقرار من قبل الديمقراطي أو غيره. أي إن كان، المهم أنا عندي أنه تمضي عندي الموازنة حتى يكون هنالك تكامل بمنهج الحكومة بأداء دورها، وأبدأ بالنقاط المختلفة عليها. لا شك عندي أنه الديمقراطي يحاول لآخر اللحظة يمتص آخر دينار موجود في بغداد لأجل أنه يدعم حكومته في الإقليم. هو يرى أنه واجب أن يفعل هذا الموضوع، يتقاعس عن أداء دوره، وهذا الموضوع فيه نقاش كبير جدا، وعقدت عشرات اللجان لهذا الموضوع ونوقش في موازنات كثيرة، وجزء من الحوارات التي تطرح وجزء من التحالفات التي تقوم هي موضوع العقوبات، موضوع التفاهم على النفط، موضوع الآبار الجديدة، موضوع النازحين، موضوع المنافذ. أكو مشاكل كبيرة وكثيرة، لكن هذه المشاكل كلها ما تجي في آن واحد وتجي اليوم أنه تكون سبب في التعطيل. يبقى الحوار والنقاش إلى آخر نقطة. هنالك إلزام قضائي وهنالك إلزام تشريعي، وبالتالي الإقليم سوف يكون مجبر على التعامل والتعاطي مع ما يتفق عليه الشعب العراقي، لأنه جزء من منظومة ديمقراطية يتعامل معها. قضية التفاهمات السياسية أيضا مطروحة، قضية التفاهمات السياسية وانعكاساتها وجذب الآخرين. احنا نستبشر خيرا زيارة السيد السوداني إلى الإقليم، حديث عن حلحلة كثير من المشاكل والأزمة التي كانت سابقا. وهذه التوترات، أنا مرة ثانية وثالثة أقول أن هذه التوترات السياسية والحسابية المالية أي كانت تريد تسميها هي تؤثر على حالة الاستقرار السياسي. فبالتالي الحكومة حريصة على أن تذهب إلى أعلى مستوى من الضبط النفس والاستقرار والتعامل مع هذا الموضوع. السلطة التشريعية أدها دورها، أي أدها دورها، خلي تحاسب وتتعامل وتراقب وتمضي بهذا الموضوع. كل هذه مهمة جدا. فضلا أن لا ننسى أن الإقليم مقبل على انتخابات جديدة ومقبل على تشكيل حكومة بعد الانتخابات، وهنالك إلزام وقرار قضائي من المحكمة الاتحادية بحل المجلس، بعدم التمديد للمجلس الإقليم، مجلس نيابي للإقليم. بالتالي أكو تحركات ناضجة لهذا الموضوع. نذهب إلى حالة التأزم ما راح نستفيد، لا بغداد تستفيد ولا الإقليم يستفيد حقيقة، وبالتالي هذا التأزم هم يخنق لنا التعاطي والتعامل ويأثر على معطيات كلها. مؤشرات اليوم جيدة، هنالك رضا شعبي عن أداء الحكومة، هنالك سعي لأن تذهب الحكومة بطرح مشاريع استراتيجية مهمة، لديها تفاؤل في أن تستمر في موضوع مشروع التنمية والربط السككي وإعادة تنشيط المشاريع الاستراتيجية الكبرى. الحكومة تتعكز كثيرا على الموازنة الحالية لأنها موازنة لثلاث سنوات، وبالتالي ستسمح لها أن تنطلق استراتيجيا، سوف تؤمن للمستثمر الخارجي وللمستثمر الداخلي عملية التمويل التي تسمح له بأن ينطلق في عملية إعادة الإعمار وتهيئة البنى التحتية لكثير من المسارات وفي كثير من القطاعات. طيب، رحلة الموازنة أستاذ قصي، إذا ما كتب لها النجاح في قبة البرلمان وتمضي هذه الموازنة، راح أيضا يظهر إلى السطح هي قضية التوقيتات، و هل أن هذه التوقيتات تم المحافظة عليها في سبيل أن الحكومة تحتاجها في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية اللي وعدت بها؟ وإحنا نتحدث عن نصف السنة انتهى، ولكن لحد الآن المسائل تراوح في مكانها. يعني دائما لاحظ أن الموازنات في السنوات السابقة يعني تدخل حيز التنفيذ ربما السادس، ربما في بعض السنوات التاسع يعني او حتى في العاشر، ولا لا يبقى سوى اشهر يعني معدوده لنهايه السنه الماليه، وبالتالي كانت دائما المبالغ ترجع الى بغداد يعني من المحافظات، خاصه الموازنات المقرره
ودان سيمس الاقاليم المقرر للمحافظات. في هذا العام في هذه السنه طبعا تم تعامل معالجه هذا الامر من خلال انه يوضع موازنه ثلاثيه ست سنوات. اعتقد في هذه الحاله حتى لو تاخر الموضوع اقرار الموازنه يعني دخل عندما يدخل حيز التنفيذ ربما لمده شهر الى الواقع العملي في المحافظات وحتى لدى الوزارات، فاعتقد لن يحصل مشكله يعني لانه تتداور الى سنه حتى المشاريع اللي لم يتم تنفيذها او خطط الوزارات والهيئات اذا لم يتم تنفيذها ترحل الى العام القادم، فبالتالي تم معالجه هذا الامر. لكن هذا لا يعني بانه يعني لن يصادف يعني المساوئ الخطه الثلاثيه ثلاث سنوات، ايضا هنالك مساوئ في قضايا عديده، مسائل يعني تتعلق يعني بسعر النفط، موضوع يعني سعر الصرف، سواء يعني موضوع دخل الفرد، وكثير قضايا بصراحه يعني ربما يعني يؤثر على الخطه الثلاثيه الثلاث سنوات. لكن احنا نتامل بانه يعني تقرر الموازنه في هذه الليله، اكيد سياخذ فتره يعني فتره قصيره لكي يدخل حيز التنفيذ لكي يستفاد منها الشعب خلال خدمات ومشاريع تقدم خلال الخطه الحكوميه والبرنامج الحكومي المعد مسبقا. أستاذ عباس، خلينا نتحدث عن نواب الإطار التنسيقي اللي ثبتوا نقطة قبل اليوم بأن هذه الجلسة لابد أن تعقد، وهذا الثبات لربما خفف الكثير من الإشكالات المحيطة وجعل أنه هذه الجلسة بقرار من الإطار أن تعقد، ولكن لا ننسى قضية التفاهم من بقية الكتل السياسية. هل أن يعني هذه الضواغط راح تكون ايضا حاضره في التصويت على الفقرات باعتبار ان الاغلبيه متحققه ولكن ترنو الانظار الى الاجماع؟ طبعا دعني اشير الى نقطه مهمه جدا، قد يذهب يعني المتلقي او الراي المواطن الى ان يلتفت الى فقط ان هنالك مشكله مع الاقليم، لا، هنالك مشكله ايضا مع الاستحقاقات الأخرى السنة، هنالك رغبة في بعض التخصيصات وفي بعض النقاط التي يتم الحديث عنها مؤخرا، وهذه يجب أن يتفاهم. الإشكالية اللي جاي يصير حقيقة أنه كأنما فقط الإطار يتحمل هذه المسؤولية، وهذه إشكالية كبيرة. احنا في الأصل عندنا ائتلاف إدارة الدولة تتعاضد به القوى الشيعية مع القوى الكردية والسنية في أن تذهب بهذا الموضوع، ولديها على الأرض نتائج، هنالك وزراء ووكلاء وزراء ودرجات خاصة من هذه المكونات، لكن عملية تحمل مسؤولية النفط. أستاذ عباس، يعني هم كان لديهم أنه يعني رأي في موضوع الموازنة باعتبارها أنه أصبحت موازنة وزارات وليست موازنة محافظات، وهذه إشكالية إدارة. احنا عندنا اشكاليه بالاداره بهذا الموضوع وبنضجه. مره انت تحسب يعني احنا تجربنا اللامركزيه في حكومه العبادي وانطينا للمحافظات وشفنا شنو النتيجه، وجربنا المركزيه فيما قبلها وهم شفنا شنو النتيجه. هذه عمليه توازن ومسؤوليه يتحملها الجميع. لهذا انا ضربت لك مثال من ساعه ما بين محافظه كربلاء وغيرها، هو نفس الموازنات ونفس الظروف اللي مرت في كل الاطراف، لكن هنالك فاعل جاد محافظ يتحرك بجديه يعمل على ان يقدم كل الخدمات، وبالتالي تتغير عنده محافظته وتفرض على وزاره الماليه وزاره التخطيط في ان تزيد من تخصيصاته وتساهم في دعمه. عمليه التراخي اللي حاصله هي عمليه للاسف ما بين فساد وما بين تباطؤ باداء الخدمه. هذا التباطؤ باداء الخدمه يعني عندك محافظ 10 15 سنه صار له وما متغير عنده جسر واحد او شارع واحد او مقدم خدمه بلديه او مقدم خدمه اجتماعيه، وبالتالي شنو الضروره لابقاء والتعامل معه؟ وش قد راح تنطيه وش قد راح تنقص من عنده؟ هو ما عنده مشكله، يعني هو باقي بسيستم واحد يتعامل بنظام واحد، وبالتالي ما راح تكون مخرجاتها صحيحه. الاصل في الموازنه هي تقديرات.
التقديرات هذه اكو ابواب، ايش قد تصرف انت وايش قد تحتاج، تحتاج تكميليه، تحتاج ملحقات. هو الاصل بها انه انت تنتج، تتحرك، تتعامل. الحكومه اخذت على عاتقها هذا الموضوع وانطلقت بمشروع استراتيجي كبير جدا. موضوع التنميه راح يشمل 10 محافظات تقريبا، وبالتالي يشغل كل المحافظات. ونتاج هذا المشروع، يعني اليوم احنا بنتحرك باتجاه محافظه الديوانيه او السماوة غيرها، ما راح يتحرك فقط على خط طرق وسكك الأمور فقط، لا، على بنى تحتية وعلى قطاعات الماء والكهرباء والمجاري، وشيء يجيب شيء الآن، ويبدي بتشغيل أيدي العاملة، وبدي بالتفكير بإنتاج المصانع والمعامل ومحطات المشروع التنمية. يعني هو بالتالي احنا نتحدث عن حقيبة كاملة من المهام تلقى على كل الدولة العراقية بمسؤوليها، سواء كانت السلطة العليا أو السلطة الدنيا. مشروع التنمية هو مشروع حكومي أستاذ قصي، ولكن كان الرأي بأن هذه الموازنة موازنة وزارات وليست محافظات. المحافظات بالنتيجة لها مشاريعها الخاصة، نتحدث عن انتخابات مجالس محافظات اللي من المؤمل أن تنتج محافظين جدد، مجلس محافظة جديد، مشاريع استثمارية جديدة لهذه المحافظات. كيف يتم تمكين وتعزيز هذه الانتخابات وموازنة ماكو كافية لهذه المحافظات؟ نعم طبعا، اتوقع انه السبب اللي يعني ادى الى اتباع هذه السياسه من قبل حكومه السيد السوداني هو عدم وجود، يعني هو الفراغ اللي موجود لدى المحافظات، اي عدم وجود مجالس محافظات تراقب اداء الحكومات المحليه، وبالتالي المحافظين خلال السنوات الماضيه هم يعني قاموا بالتصرف في المواطنات بشكل غير دستوري، غير قانون، وتوزيع المبالغ لم يكن هناك جهه رقابيه تراقب اداء الحكومه المحليه. فبالتالي يعني ركزت بانه حولت هذه اغلب هذه المواطنه، مواطنه 21 ومواطنه 23 24 25 ركزت على الوزارات ولم تركز على المحافظات، واعتقد هذا الشيء خطا، خصوصا بانه هنالك يعني انتخابات قادمه، انتخابات مجالس المحافظات في نهايه هذا العام، وبالتالي اعتقد هذا السبب يعني ينتفي الحاجه له في حاله حصول الانتخابات. ولهذا يعني المساله تنميه الاقاليم هو اصلا الهدف منه بانه يعني تعزيز دور الحكومات المحليه واعطاء دور لها في عملية النهوض في الواقع الخدمي والنهوض في مشاريع تقديم الخدمات للمواطنين في المحافظات، والتخلي عن موضوع المركزية في خلال الوزارات، واللي حقيقة أيضا لم تحقق العدالة في الفترات السابقة، في فترات معينة كان أيضا هناك تركيز على الوزارات ولم يكن هناك تركيز على الحكومات المحلية. وأعتقد هذا يتنافى مع مبادئ موضوع توزيع الادوار على الحكومات المحليه لكي تاخذ دورها في واقع المحافظات من حيث الخدمات والاعمار والمشاريع. اشكرك شكرا جزيلا استاذ قصي عباس النائب السابق، حدثنا عبر سكايب من نينوى، شكرا جزيلا لانضمامك معنا، والشكر الاوفر للاستاذ عباس العرداوي المحلل السياسي ضيفا كريما في الاستوديو. نتواصل واياكم مشاهدي الاحبه بعد الفاصل، نتابع. حياكم الله مشاهدي الأحبة في هذا الملف، أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ مخلد حازم الخبير الأمني، أهلا ومرحبا بك أستاذ مخلد، وكذلك عبر سكايب تنضم معي الدكتور نسرين علي سلام الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية من سوريا. قبل أن ندخل في هذا المحور أستاذ مخلد،
حكومة الخدمات برئاسة السيد السوداني وعدت بأنها ستكون حكومة خدمات، حكومة خدمة وطنية. زميل المخرج يا ريت أنه نكون أنا والأستاذ مخلد. فالمواطن لما يخدم يخدم ليس في داخل العراق، بل المواطن العراقي في أي مكان من العالم. لديك مناشدة تفضل بيها ونعرضها أمام المكتب الإعلامي للسيد رئيس الوزراء. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدي وتحية لضيفك الكريم والمشاهدين القناة. حقيقة وصلتنا مناشدة من عراقيين بحدود أكثر من 100 عائلة عالقة لحد هذه اللحظة في السودان، حالتهم مزرية. السفارة العراقية في السودان قد أغلقت أبوابها، لا يوجد وسيلة للتواصل. تم الاتصال بنا وببعض المنظمات المجتمع المدني لغرض مناشدة الحكومة ووزارة الخارجية، فتح طريق للتواصل وتهيئة الطائرة لغرض نقلهم إلى العراق. خلينا أرحب بالدكتورة نسرين علي سلامة، الباحثة في الشؤون الإقليمية والدولية، تحدثنا عبر سكايب من سوريا. أهلا ومرحبا بكم دكتورة. أكو مصادر ميدانية تؤكد أن القوات الأمريكية تحاول رص الصفوف، صفوف الجماعات المسلحة في الشرق السوري لقطع الطريق على الجهود المبذولة لكسر الحصار المفروض على دمشق. هل تسعى واشنطن إلى إعادة رسم الحدود بالنار حسب متابعة حضرتكم؟ أسعد الله، تشرفني جدا معكم هذا المساء. طبعا للعراقية السورية وللعلاقات العراقية السورية تاريخ طويل جدا وتداخلات وتشبيكات على مختلف الأصعدة، والحدود السورية العراقية تمتاز بعدة امتيازات، من أهمها الامتداد الطويل الذي يتجاوز عفوا 600 كيلومتر، أيضا تنوع المظاهر الطبيعية الموجودة. دكتور نسرين، صوت حضرتك ما وصلنا بالكلمات الأخيرة، بالجملة الأخيرة. نعم تفضلي، تمم الفكرة حضرتك. هناك ميزات مختلفة للحدود العراقية، إنها ميزات طبيعية. طيب دكتور نسرين، اسمحي لي أقاطع حضرتك وأنتقل إلى الأستاذ مخلد. دكتور مخلد، هل هذه المحاولات يمكن قراءتها ضمن مساعي قطع الارتباط الجغرافي بين سوريا والعراق واللي عاد قبل 5 سنوات من الآن؟ بالتالي لما نتحدث عن قطع ترابط عواصم دول المقاومة، عدم لقاء الجيشين العربي السوري، ماذا يمثل الأمريكان؟ هل هم يبحثون عن تحريك المشهد كيفما يشاؤون وفق خطتهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أكرر تحية لك ولضيفك ضيفتك الكريمة وكذلك المشاهدين. حياكم الله. يعني بالتأكيد اليوم أمريكا متواجدة في المنطقة، لديها أوراق تلعب بها، هذه الأوراق تارة تطلقها على العراق، تارة تطلقها على الداخل السوري، تارة تطلقها على تركيا وبعض الدول الأخرى. وجودها في هذه البقعة الجغرافية في شمال شرق سوريا والمنطقة المتواجدة فيها قوات سوريا الديمقراطية، تحتوي على 4 إلى 5 سجون، تحوي على الكثير من قيادات داعش الإرهابية، كذلك وجود مخيمات، وأهم هذه المخيمات هي مخيم الهول. بالتالي أمريكا تحاول الضغط فيها على المنطقة، لأن خلال هذه الفترات الطويلة لم تسعى إلى حل هذه المشكلة، تحاول تارة ما بين العراق وما بين تركيا تصعيد الموقف وقطع الرابط العراقي السوري. الحدود العراقية السورية هي حدود تمتد لأكثر من 605 كيلومتر، في معظمها أرض منبسطة، والجزء الآخر القريب من كردستان هي أرض وتضاريس صعبة. بين فينة وأخرى نسمع عن القبض على متسللين يدخلون في أماكن
إلى العراق من قبل سوريا، وأكيد هذه الخواصر الرخوة هي لحد هذه اللحظة تسيطر عليها تسيطر عليها الولايات المتحدة، وكذلك بعض الأحيان جزء من قوات سوريا الديمقراطية، لأن لحد هذه اللحظة قوات سوريا الديمقراطية تعتبر هي قوات غير نظامية، فتحاول سوريا تحاول أمريكا اللعب بهذه الأوراق لزعزعة الوضع الأمني في المنطقة. دكتورة، هل هنالك خشية أمريكية من هذا الترابط الجغرافي الجيوسياسي الجيوستراتيجي؟ نتحدث عن الجيشين العربي السوري والجيش العراقي، وأيضا فصائل المقاومة، هل هنالك خشية أمريكية من ارتفاع حدة المقاومة للتواجد الأمريكي في الشرق السوري؟ تعقيبا على السؤال الأول الذي لم يصل صوتي، تفضلين دكتورة. فقلت لك هناك الكثير من التشابكات بين الجانب العراقي والجانب السوري، اقتصادي، سياسي، أمن قومي، أمن وطني للعراق، أمن وطني لسوريا. فلذلك وطبيعة كما قلت لك طبيعة الحدود فرضت خصوصية، ومنذ 2003 أبدأ الجانب الأمريكي القلق الشديد والامتعاض الشديد من الجانب السوري بعدم ضبط الحدود باتجاه العراق وعدم المشي على طلباتهم بقطع الارتباطات مع العراق وبتقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في تلك الفترة. وبدأت عملية استهداف سوريا منذ ذلك الوقت تماما بسبب عدم ضبط، بحجة عدم ضبط الحدود العراقية السورية. طبعا الحدود العراقية السورية إضافة إلى خاصيتها الجغرافية، هناك أيضا خاصية وجود بعض الجماعات المسلحة الموجودة. لذلك فالجانب الأمريكي يخاف تماما من الجانب السوري بسبب الإمدادات التي كانت تصل سواء من سوريا باتجاه العراق في الأيام التي كان العراق بحاجة لوقوف سوريا إلى جانبه، وإلى يومنا هذا أيضا، ومن الجانب أيضا العراقي الذي يسعى إلى كسر الحصار الاقتصادي بسبب العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب على سوريا. طبعا الإرادة الأمريكية شيء، وإرادة الشعب العربي الموجود في العراق وسوريا شيء آخر. هناك الكثير من الاتفاقيات، وإذا قلت لك أنه في عام 2010 قبل الحرب الشعواء على سوريا كان حجم التبادل التجاري بين سوريا والعراق يقارب 2.2 مليار دولار أمريكي، ولكنه تراجع في يومنا هذا إلى ما يقارب 300 ألف دولار أمريكي فقط عبر معبر الرمال. طبعا هناك الكثير من الانفراجات التي حدثت في بداية العام 2023 وإعادة تفعيل النقل البري بشكل كبير، لأنه كان هناك خشية من موضوع التكلفة العالية على البضائع السورية التي كانت تصل بأسعار زهيدة إلى العراق، وذلك لأن كانت عملية النقل تتم عبر الحدود بإفراغ الشاحنات السورية على الحدود وتحميلها بشاحنات عراقية لتكمل مسارها إلى العراق. طبعا ليس الموضوع فقط اقتصادي من خشية أمريكا للعلاقات السورية العراقية وعلاقات الجوار، فالدعم اللوجستي مختلف الأبعاد لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، كما قلت لك هو موضوع أمن قومي عربي يرتبط ببلدين تربطهما علاقات تاريخية واسعة وعميقة ومتعددة الأبعاد. طبعا الحدود العراقية السورية كما قلت لك بأجزاء كبيرة منها أسند الخلل أو عدم ضبطها بحجم كبير أو بوزن كبير للولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى إلى جعل هذه الحدود غير منضبطة من أجل أن تكون ممرات مفتوحة وسهلة للمجموعات التخريبية الإرهابية التي هي أدواتها سواء في سوريا أو في العراق، وتشديدها على وجود بعض القواعد لها سواء في المنطقة الشرقية السورية أو في قاعدة التنف هو دليل كبير جدا على أهمية دائما وجود الجسم السرطاني لها على هذه الحدود، لأن سوريا قادرة على أن تسند العراق اقتصاديا بدرجة كبيرة، والعراق قادرة على أن تسند سوريا اقتصاديا أيضا بدرجة كبيرة، والسبب في ذلك هو تنوع الثروات الموجودة والمقومات الاقتصادية في البلدين.
هذا من جانب الاقتصادي طبعا، ولا نقلل ابدا من قيمه الاتفاق الذي كان قد ابرم بين العراق وسوريا فيما يخص انابيب نقل النفط العراقي ليتم تكريره في المصافي السوريه ثم تصديره عن طريق الموانئ السوريه. هذه كانت الشعره التي حسم الظهر البعير فيما يخص المطامع الامريكيه النفط العراقي. تماما. أنا أشير هنا فقط إلى زاوية مهمة جدا، ليس فقط العدد الاقتصادية بل أيضا هناك حركة سياحية كبيرة جدا تأخذ وتشغل الجانب السياحة الدينية منها الجزء الكبير العراقي، وارتفع عدد الزوار أو بالأحرى السياح إلى سوريا إلى ما يقارب 1,700,000 سائح في عام 2022، كان 85% منهم من العراق. طيب استاذ مخلد، لما تتحدث الدكتوره نسرين سلامة عن هذه الجزئيه المهمه جدا، فانها تتعدى التحديات الامنيه وتصل الى الضرورات الاقتصاديه، واوضحت بانه كون سوريا معبر لمنفذ حدودي مهم بين سوريا والعراق وضمن مسارات الاهتمام الدولي عبر الاستراتيجيه الانابيب النفط والتجاره والاقتصاد وغيرها. هنا نتحدث عن قضية التخادم بين الجانب الأمني والجانب الاقتصادي، لما يكون هنالك إيرادات تحاول زعزعة الأمن في هذا الشريط الحدودي، ما المسارات اللي راح تؤديها على انعكاسات سلبية على الجانب الاقتصادي؟ يعني بالتأكيد يعني شهدنا هذه الانعكاسات على الجانب الاقتصادي ما بين العراق وسوريا. نعم كان هنالك حركة تجارية كبيرة ما بين العراق وسوريا لقرب المسافة. اليوم في بعض المواد التي تدخل للعراق وهي مواد سورية تذهب إلى تركيا ومن ثم من تركيا تأتي، فتأخذ مسارا كبيرا، وبالتالي هذا لا يوفر القيمة الشرائية الحقيقية للمادة. اليوم أمريكا تذهب باتجاه الضد من كل دولة تقف بجانب قطب قد هي تراها هذا القطب هي قطب معادي بالنسبة لها، ونحن نعرف أن سوريا هي اليوم تحسب على المحور الروسي، بالتالي أمريكا اليوم بعقوباتها عقوبات قيصر على الجانب السوري قد أنهكت الاقتصاد السوري وكذلك أنهكت العملة السورية. هنالك رؤية اليوم دولية، العفو، رؤية عربية، رؤية إقليمية للضغط على الجانب الأمريكي، ضغط على المجتمع الدولي بإرجاع سوريا إلى الحاضنة العربية، وبدأت بوادرها بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وهذه يعني بوادر خير لأن سوريا هي جزء من هذه المنظومة العربية التي لا يمكن الاستغناء عنها. لكن أكيد سوف تحاول أمريكا وضع العراقيل تجاه أي اتفاقات قد تحصل، لأن أمريكا لديها أهداف، هذه الأهداف بعيدة المدى في المنطقة. أمريكا اليوم يعني مع الأسف تعتبر العراق وتعتبر الخليج هي بعدها الاستراتيجي، لا يمكن أن تتخلى عن هذه المنطقة، وجودها في شمال شرق سوريا أيضا وجودها يعتبر أنها تسيطر على هذه البقعة الجغرافية لقربها من تركيا، ويعني الضغط بها على جميع من ما موجود من دول حولها. بذلك اليوم نعتبر أن ما يحصل هو ضغط دولي على أمريكا، بدأت بوادره اليوم في اجتماع جدة. سمعنا أن هنالك تصريحات من وزير خارجية أمريكا بأنه سوف يتم مناقشة الوضع في سوريا، ونتمنى أن تحل هذه المشكلة. طيب دكتورة سلامة، نتحدث عن زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى بغداد قبل أيام، برأيك هل راح تكفل المتابعة الدقيقة لملف ضبط الحدود؟
تماما، الزيارات ليست منقطعة، دائما هناك تواصل عميق جدا عراقي سوري، فالعراق هي الجارة التاريخية، جارة شركة الحضارة العريقة وشركة أيام مقارعة الاحتلال، لذلك كانت الزيارة هي تكملة لسلسلة من الزيارات ولسلسلة من اللقاءات على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن ضمنها كانت قضية الحدود طبعا التي هي عبارة عن ملف أخذ حيز مهم جدا في المعالجة منذ عام 2022، وبدأت الخطوط العريضة لمعالجة هذا الملف تبدو واضحة بالعديد من الاتفاقيات. طبعا الإرادة موجودة سواء عند الحكومة السورية أو الحكومة العراقية بإعادة طبيعية لعمليات العلاقات عبر الحدود، وأيضا من صالح الطرفين أن تكون هذه الحدود مضبوطة سواء للتجارة التجارة الاقتصادية كمنتجات اقتصادية أو لحركة تنقل السكان أو سواء السياح أو الجانب الذي لا يرغب بانتقاله وهو الإرهاب الذي لا ترغب أبدا أن تكون العراق مصدرة لبعض العناصر الإرهابية باتجاه سوريا، وكذلك سوريا لا ترغب بذلك. لذلك كانت زيارة سيادة الوزير الدكتور فيصل مقداد على أهمية بالغة، وكان ملف من أهم الملفات التي طرحت للنقاش، وأيضا تمت مراجعة عدد من الاتفاقات التي كان من المزمع عقد توقيعها وإيجاد الصيغة النهائية لها، إضافة إلى كما قلت لك الاتفاقات التي أخذت حيزا تنفيذيا بعد أن وقعت في بداية أو مطلع العام 2023. أشكرك شكرا جزيلا دكتورة نسرين علي سلامة الباحثة في الشؤون الإقليمية والدولية، حدثتنا عبر سكايب من سوريا، والشكر الكثير لحضرتك الأستاذ مخلد حازم الخبير الأمني، أثريت الحوار في هذا الملف، والشكر موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.